صباح الحب والقمر يشادي، صباح نفحه فل وكادي، صباح الجد والعزمات فينا، صباح الفأل والدنيا تنادي، صباح الفأل والدنيا تنادي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، صلوا عليه وسلموا. صباح الخير عليكم الزينات، كراكم دايرين لاباس؟ إن شاء الله يا ربي كاع تكونوا غاية وتكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله. المهم حبيباتي، اليوم بإذن الله تعالى جبت لكم تشيشة حمرية كما نسموها احنا في معسكر، وكاين اللي يقولوا لها البلبولة ولا حريرة البلبولة في نواحي يعني تلمسان. المهم كل منطقه كيفاش تسميها. وهذه التشيشه حمرية هي يعني في فئه لي سوب، يعني كيما الحريره وكاع شايه، كاين اللي يديرها عاقده، كاين اللي يديرها خفيفه، تبقى مساله اذواق يعني في كل بيت كيفاه. المهم البنات، هذه التشيشه هي دواء للمصران، دواء للميكروبات، دواء لاغريب، ثانيك دواء اللي عندهم البروده في الرحم والهواء في الرحم، يعني وصفه طبيعيه، دواء ما شاء الله، يعني كل شيء فيها دواء. المهم نبداو بسم الله الرحمن الرحيم في الوصفه تاعنا. اول حاجه نحتاجو ربع حبات تاع بصل كبار، يقابلوهم ثلاث حبات تاع طماطم كبار، يعني كل حبه تاع بصل كل كيما نقولوا ديري زوج حبات بصل ديري حبه طماطم، ديري ثلاثه بصل ديري زوج طماطم، يعني توجور تنقصي وحده الطماطم تنقصي حبه على البصل. وكاينه حاجه فانيك، الا درتو البصل حبه كبيره طماطم ثاني ديرو حبه كبيره، يعني باش تجيكم الذوق معتدل. هذه هي بالنسبه للثوم، عندنا كل حبه بصل كبيره يقابلها زوج حبات تاع زوج فصوص تاع الثوم، تسمى هنا راني دايره 8 فصوص تاع الثوم. الوغ نجيب القدره تاعي ونبدا نقشط في الخضره. انا هنا مانيش رايحه نرابي، راني رايحه من بعد نرحي كلش باش تجيني سهله، ما نضلش نرابي وكاع، وثاني باش تجيني التيشه تاعي تجيني عاقده وتجيني بنينه، وكيما نقولوا الفايده تاعها كاع تقعد فيها. الوغ اللي ما عندهاش الروبو ولا ما عندهاش الميكسور، ما عليك غير ترابي كلش في البدايه. انا قطعتهم هكا مرصوات، ما صغار ما كبار كما كنتو تشوفوا، البصل والطماطم كذلك. اما الثوم لازم كل حبه على اثنين، كل حبه على اثنين، لانه الذوق يعني القوي تاع الثوم يجي لداخل يعني في المركز تاع الحبه تاعه. اذا كيما هكا تنكمل كامل الخضره تاعي. الان نجي ندير الزيت، الزيت نديرو بلالوش كيما نسموها مغرفة سقيه، هذه مغرفة سقيه اللي نفدو بها، ندير مغرف ونص، وحده ونص تاع الزيت. هذه هي زمان كانوا يديروها بالشحم، يضرب يعني الاغلبيه ما يفضلوش هذاك الذوق تاع الشحم في المرق. المهم زدت لها الملح، درت مغرف صغيره تاع الملح، نزيد الفلفل حمراء بابريكا، الفلفل الحمراء ديروا لها مليحه، درت حوالي مغرف تاع ماكله تكون معمره وممسوحه، يعني ماشي جبل، معمره وممسوحه. ودرت سكن جبير اللي هو زنجبيل، كذلك حوالي مغرف صغيره ما تكونش معمره بزاف، هو دواء وما يضرش، بالعكس دواء للجسم، بما انه هذه الوصفه يعني تاع الدواء نديروا لها زنجبيل. درت شويه تاع القزبر، قزبر مرحي بودره، لكن عندكم صحه ما كانش عندكم معليش، اللي عندها البصل ثانيك مرحي تقدر دير شويه برك. درت شويه تاع بابريكا حاره، درت غير شويه تاع بابريكا حاره، ودرت كذلك الجوا تاع الحار، ودرت الماء، درت الجوا تاع الحار واحد وبلا ما نحله باش ما تجينيش حاره بزاف، ودرت الماء. هذيك لالوش مغرفة سقيه درت بها وحده تاع ماء باش تساعدني القدره تاعي تنقل لي بالخف، ولي زيبيس ما ينحرقوليش. الماء قلت لكم غير مغرف وحده بهذه لالوش، ونبدا نقلي فيها على النار، نار متوسطه، ونقليها. لازم تتقلى هذه التشيشه مليح، البصل هي والطماطم والثوم لازم ينقلوا مليح حتى تشوفوا البصله تاعكم كاع ذبالت، والطماطم يعني راحت ارتحات، صاي راحت فيها فما باش نجو نسقو. نعاود نغطيها ونعاود نحذكها حتى نشوفها نقلات لي مليح مليح القدره تاعي. الزعتر والدوايات اللي باغوا يديروها دواء، الزعتر والدوايات ما ديروهمش دروك باش يحافظوا على المفعول تاعهم، نخلوهم حتى في الاخر من نبغوا نرمو تشيشه، باش نحكي لكم على الزعتر وعلى الدوايات. المهم نسقيها بالمحامي، ضروري دائما نسقوا القدره تاعنا بالمحامي باش ما نضيعوش القليل اللي قليناه، حتى ونقرع لها حتى تبدا تغلي، تكون النار زايده ونسقيها. يعني في البدايه كي تكونوا تقلوا ما تزيدوش للنار باه ما تنحرقش القدره، كي تبغوا تسقوا زيدوا للنار باه تغلي فم، تروحوا تنقصوا لها كي تغلي، تنقصوا لها وتغطوها وتخلوها طيب من 35 دقيقه حتى 40 دقيقه. هذه هي، لانه القدره ما طيبش بالخف، النار ناقصه بيان سور باش ما تنشف لكمش.
نمروا هنا للتشيشه تاعنا. التشيشه نستعملوا من الغليظه، التشيشه هذيك الغليظه، يعني كاين تشيشه متوسطه وكاين رقيقه وكاين الغليظه. هذه نستعملوها التشيشه الغليظه اللي نديروها بالمرقه. تروحي عند العشاب تقولي له اعطيني التشيشه الغليظه اللي يديروها بالمرقه. المهم نغسلوها مليح مليح غير بالماء بارد، تغسلي وتعاودي تغسلي وتعاودي حتى ينقلع لك كاع دوك الشوائب وداك الحجره وكل شيء تنقيها، تبقى غير التشيشه مفروزه. نعاود نولي للمرقه تاعي. المرقه هي طابت، كون تشوفوها يبان بلي عقدت وطابت وميدمه وما شاء الله عليها، يعني تحسوها بلي طابت. كيما قلت لكم من 35 دقيقه حتى 40 دقيقه ماكس ماكسيموم. ومن بعد نجي قلعت هذاك الحار وحده باش ما نرحيهش، قلعت الحار وحده ونجي نصفي هذيك الخضره، نصفيها كاع البصل والطماطم والثوم، نصفيها مليح مليح ونديرها في هنايا في زلافه وحدها ولا حاجه باه نرحيها. الوغ اللي بغات ترحي بالروبو دير كيما درت انا، واللي ما بغات ما عندهاش الروبو تخلي كل شيء في القدره تاعه وتميكسي بالميكسور يعني في نفس القدر. المهم هنايا رجعت هذيك الخضره اللي صفيتها في الكسكاس باه نقطرها، وكي نجي نرحي نرحي غير الخضره صافيه من ما تكونش فيها بزاف لاصوص وتغبني. هكذا بعد ما قطرتها مليح في الكسكاس نجيب الروبو تاعي. كما قلت لكم البنات اللي بغات ترحي بالميكسور يعني في البدايه ترحي بالميكسور، انا الميكسور شويه راه خاسر لي، هي جبت الروبو باش نرحي به. المهم نجيبهم كاع بعد ما قطرتهم، هذه هي يعني البصل هو اصله يذوب، يعني البصل هو اصله ما يعني يذوب ما يبقاش بزاف، يعني ما تصوروش بزاف من هذيك الخضره ولا اللب، يعني تشوفوا كاع الكميه اللي نتحصل عليها من هذه الخضره اللي نطحنها يعني قد مغرف بلالوش هذا مكان، لانه البصل في طبيعته يذوب والطماطم تذوب والثوم كذلك يذوب، يعني بقى غير شويه. شوفوا شحال تحصلت من هذيك الخضره اللي درتها في البدايه، طحنت لي مليح مليح، ها هي تولي لكم كيما البيوري. نعاود نرجعها لانه هنا راهي الفايده وهنا راهي البنه وهنا راه الدواء. نعاود نرجعها في المرقه تاعي تاع التشيشه، هذه هي نرجعها كيما هكا. شوفوا ما شاء الله يعني المنظر راه يعطيكم الخبر، والله شهيدكم في الجنه يا البنات، يعني ما شاء الله اكله عريقه من تراثنا وعاداتنا وتقاليدنا. وماتنا كانوا ياكلوا غير الدواء، علاه كانوا اصحاء وكانوا تبارك الله بصحتهم، وحنا دروك رانا جوطابل. المهم هنا البنات راني ذقتها بعد ما رجعت هذاك اللبوز كيما نقولوا لي طحنته، راني ذقتها لقيتها خاصها شويه تاع الملح، نتوما فاني ذوقوا اللي خاصتكم زيدوها، انا زدت شويه تاع الملح. هنا نجي ندير الزعتر والدواء، اللي بغات تزيد اي دواء كيما البرداقوش كيما الميريمي، اللي بغات ديرها دواء يعني للرحم تاعها تزيد اي دواء بغيتوه تزيدو، اللي بغات ديرها كذلك دواء للرحم وبغات تكون يعني الرحم تاعها فيه الهواء تزيد لها كذلك مغرف معمره تاع راس الحانوت تاع بركوكس، لانه راس الحانوت تاع بركوكس يجي مخلط كاع من الدواوات الحاميين، الوغ تزيد مغرف ولا تخلي حتى من تسقي للروحه يعني في زلافتها دير مغرف ولا نص مغرف صغيره وتاكل. يعني ردوا بالكم برك على المعده اللي عندهم يعني مرضى يعني في الاستوما، برك هذو الدواوات واعرين على الاستوما. المهم انا درت غير الزعتر بما انه راه البرد يعني ولا غريب وكاع، درت غير الزعتر. راني نقول لكم الزعتر والزعتر انا والله ما نفرق بيناتهم البنات، يعني وانتم ما ديروا لي عندكم نورمالمون، هذا اللي درته انا زعتر. المهم ضفت التشيشه، رجعت القدره تاعي فوق النار وضفت التشيشه حوالي 3 مغارف بلالوش معمره، يعني المهم شوفوا نعطيكم تقريبا باش تعرفوا كميه التشيشه اللي تضيفوها هي ربع كميه الماء، عفوا ربع كميه المرق داكوغ. هذه هي تحسوها بلي هي ثقيله يعني تخلوها تغلي، واللي تبغيها خفيفه يعني كيما الحريره دير غير الزوج، انا نبغيها شويه ثقيله يعني كيما كنت تلاحظوا نبغيها هكا ما ثقيله ما خفيفه، يعني تجيني عاقده كيما كنت تشوفوا. هذه هي يعني اصلها كيما تعلمت انا، على كل حال كل بيت كيفاه، قلت لكم تبقى مساله اذواق كيما تعلمتها في دارنا جدتي الله يرحمها ميمتي ويوسع عليها، علمتني هذه الاكله هي اللي تعلمتها من عندها من يديها الله يرحمها ويرحم جميع اموات المسلمين. المهم هذه هي التشيشه تاعي بعد ما سكبتها يعني وطابت، ذوقوها باش تعرفوها بلي هي طايبه التشيشه، ما تقعدش قاصحه، كي ذوقوها تلقوها طريه وتشوفوها عقدت ويعني راهي طايبه، تسكبوها وتنتك الحاميه. واذا درتوا لها الدواوات وكثرتوا يا البنات ما تشربوش عليها الماء، اتونسيون ديالكم الحلاقين
تشربوا عليها الماء، يعني تكونوا حامين تروحوا تشربوا الماء، يعني ما درتوا والو، بالعكس تضروا رواحكم. وثانيك ما تمشوش بالحفا، اعزكم الله، يعني لبسوا جوارب وامشوا، يعني اللي يديروا لها، راني نهضر على اللي يديروا لها الدواوات، يعني حموها، ديروا لها الزحتر ويديروا راس الحانوت ويديروا كما نقولوا برداقوش ولا ميريميه، اللي يديروا هدوى يحافظوا على رواحهم، ما يروحوش يشربوا الماء باش ما يضروش انفسهم. المهم حبيباتي، هذا كان الفيديو تاعنا تاع نهار اليوم، ان شاء الله يا ربي ما كنتش ثقيله عليكم. ما تنسوش الاعجاب بالفيديو، ونقولكم قبل ما تنسوا بالاعجاب ما تنسوش تجربوها لوليداتكم. ما الاعجاب سيدي، ما عليش راني سامحه. المهم جربوها لوليداتكم في هذا البرد، وراهي مليحه لاكريب، وراهي يعني ما شاء الله كوم انسوب، يعني ياكلوها في هذا البرد. ورجعوا لي خبر، ولشهيدكم شهيدكم في الجنة إن شاء الله يا ربي. وضروا كنقولكم جمجمولي جمجمولي، ما تنسوش الإعجاب، ولي ما عجبتهاش فاني كدير ما عجبنيش دير ديسلايك. وفي الأخير أستودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى اللقاء.